وانا بجد معاناه، وانا اسف بقول هذا الكلام قدام دكتوره ملكه زرار، يعني مطبات الهوا اللي وقعت فيها. وانا لازم اقولها لحضراتكم بمنتهى الصراحه، انا ما انساش مره ودي ما حصلتليش. انا عندي لما اتفق مع ضيف، ما دام الضيف اتصل بيا بالتليفون اتصلت بيه واخترنا الميعاد واخترنا الموضوع واتفقت هبعت له العربيه، المفروض هيلتزم معايا. الا اذا كان في ظرف قاهري، يعني ظرف كده قهري حصل له، مرض، وفاه، لقاء مع وزير، لقاء سفريه، انا بتقبل كل ده. انما انا ما يحزنني ان انا عندي 3 مطبات هوا وقعوا من داعيه اسلامي، اتفقنا على الميعاد، هو اللي حدد الميعاد، هو اللي حدد الاتفاق، هو اللي حدد الموضوع، وفجاه بعت له العربيه وانا عندي الهوا الساعه 4 لغايه الساعه 2 قافل تليفونه. فاول مره قلت ربما يكون عنده مشكله. مش بقى يعني اتعلم، وانا راجل برضه قديم وعاشرت ناس كتيره يعني وفهم، ما اتعلمتش، مش مصدق. فتواصلنا وحددنا ميعاد بعديها باسبوعين ونفس الموضوع ونفس اللقاء، وبرضه قفل تليفونه. وطبعا انا ما اقدرش اقطع لحضراتكم اقول لكم اصل الدكتور محمد وهدان مثلا قفل تليفونه واداني يعني سرقه لي الميعاد التاني. ما اتعلمتش، توصلت تاني مع الدكتور محمد وهدان، هو عالم ازهري، هو عايش يعني ممكن يكذبني. لو للمره الثالثه نتفق على ميعاد وعلى موضوع ويقفل تليفونه المره الثالثه دكتور محمد وهدان للثالث مره والعربيه تروح له ويقفل تليفوناته ما يجيش. انا صدمت لما الدكتور سعاد صاحب قالت لي ما هو كان بيقول لي مش هيطلع معاك اصله خايف منك. لما انت من البدايه يا دكتور وهدان مش هتطلع معايا، طب بتتفق معايا ليه على 3 مواعيد؟ انا اول مره اقول هذا الكلام لحضراتكم علشان انا زهقت وتعبت من انا افضل اجامل الناس على حساب ضغط عندي عصبي في الانتاج، على ضغط عصبي في الاعداد، على ضغط عصبي عليا. بقول هذا الكلام عشان ما كانش في اي مبرر يا دكتور وهدان ان انت تديني 3 مواعيد وتفرقعهم لي.